البنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من قناه خس النص مع منى وبس. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه راس السنه. يا رب تكون سنه حلوه علينا كلنا ونحقق فيها كل اللي احنا عايزينه، واي حد بيتمنى اي حاجه يوصل لها ويحققها يا رب باذن الله. انا خلاص فاضلي شهرين ان شاء الله باذن الله، وهقول يعني على شهر 2 كده ان شاء الله اخره باذن الله يعني. فكنت حابة اقول لكم كلمتين مهمين جدا. هو العنوان بتاع الفيديو اسمه رجيم راس السنة. هو برضو في شق تاني مع الرجيم، اللي هو ازاي تهيئي نفسك لراس السنة وتعملي ايه بقى عشان تبدأي حياة جديدة. خلاص اللي فات وعد خلاص انسيه وابدأي حياة جديدة، اللي هي ايه؟ ان انتي تبدأي تشوفي انتي عايزة تخسي ليه، وعايزة تبقي حياتك تغيير وحلوة ليه، وايه الاسباب اللي هي مخلياكي موقفة ومش عارفة توصلي للي انتي عايزاه. مفيش غير الطريقة اللي انا دايما بقولكوا عليها، هي ان انتي تجيبي سكتش او اجندة او اي ورقة او اي حاجة وتكتبي فيها اهدافك، وتكتبي فيها انتي عايزة تخسي ليه، انتي ايه الكلمة اللي جرحتك، ايه الكلمة اللي خلتك ان انتي مش عارفة تبدأي منين ولا منين عشان الكلمة جرحتك قوي بس انتي مش عارفة تعملي ايه. كل ده تكتبيه في ورقة وتتكلمي مع نفسك وتكتبي في ورقة، مش عيب ان انتي تفضفضي مع نفسك في اجندة مثلا. بس الموضوع ده بيفرق جدا جدا على فكرة، ان انتي تقولي انا عايزة اخس ليه، انا مثلا جوزي مضايق مثلا مني في الحاجة الفلانية، انا في الشغل عندي بيتضايقوا مني في الحاجة الفلانية، انا عيالي بيتضايقوا مني كده يعني، فاهمين؟ تكتبوا كل حاجة في اجندة كده وتجاوبي بقى انت عليها، يعني انت بعد ما تكتبي تجاوبي انت عليها كل ده انت عايزة تخسي ليه. الطريقة دي هتفرق جدا يا بنات والله العظيم. انا اول ما بدأت عملت كده، ولو تفتكروا ان في فيديو قلت لكم ان في حد جرحني بكلمة خلاني برضو فكرت في موضوع الدايت، وهو اللي خلاني بدأت النظام، هسيبهولكوا في الديسكريبشن تحت لو حد عايز يشوفه يعني. فموضوع التخن وموضوع السمنة الموضوع ده بجد مزعج جدا جدا. كل البنات تقولي انا نفسي اخس انا نفسي اخس بس مش بقدر ابعد عن الاكل. طب يعني انا مثلا حد جاي قال لي كده، انا في بنات كتير جولي على الجروب بيقولوا لي كده، طب انتي بتقولي لي كده انا اعمل ايه؟ ما هو لازم عشان تخسي هتتعبي، لازم هتقللي الاكل شويه. ما فيش حاجه اسمها انا عايزه اخس بس مش بقدر استغنى عن الاكل. هو الاكل متعه وكل حاجه، ما قلناش حاجه، بس ثقتك في نفسك وان انت كده تبقي واثقه من نفسك وجسمك متناسق وكده احلى من 100 اكله، واحلى من مليون اكله انت بتعشقيها. والله العظيم يا بنات عن تجربه، يعني انا دلوقتي في مرحله ان انا تخنت في الولاده، في الولادة الاولى سمسمة، وان شاء الله الولادة التانية ان شاء الله اخر شهر 2 يعني. فانا في المرحلتين تخنت ومعرفتش اسيطر على نفسي، يعني انا كنت وصلت في قبل الجواز ل 79 تقريبا او 75 في الرينج ده، رجعت بقيت 100 وي دلوقتي، يعني مش عايزة اقول لكم قوي. اما ان شاء الله لما اولد هوزن قدامكم الميزان قدامكم على بالفيديو، بس خليها بقى لما اولد ان شاء الله. فانا وزني دلوقتي زاد، وزني زاد جدا، ما قدرتش اسيطر على الولادتين ورا بعض. زي ما انتم عارفين ان انا الحمل جم ورا بعض، فرق دلوقتي يعتبر بينهم هيبقى سنه بس، فما كنتش قادره اسيطر. بس يعني ايه، الحمل ده محافظه على وزني، ما زدتش عن ما زدتش مثلا شبه ما بيقولوا انا زدت 15 كيلو 20 كيلو، ما زدتش خالص. يعني انا الحمد لله يعتبر ثابته من حملي سمسمة، من حملها لحد دلوقتي الحمد لله ثابتة. فاعتبر محافظة على اكلي وما باكلش رز ومكرونات كتير، كل ده مقللاه خالص، والعيش والكلام ده كله. تمام كده. فانا طبعا ناوية باذن الله ان السنة بقى اللي هي اللي جاية دي هتكون ان شاء الله سنة هبدأ فيها خلاص ان انا ارجع لوزني تاني اللي هو كان 75 ان شاء الله. فكتبت في الاجندة ايه الاسباب اللي هي برضو عايزة تخليني اخس. ساعات مثلا احس ان جوزي بيتضايق مني، هو عارف ان ده طبعا غصب عني وهو دايما يقول لي كده، بس برضو انت بينك وبين نفسك بتحس ان هو اكيد متضايق برضو من حاجه فلانيه من كده. فطبعا انا كتبت زي ما قلت لكم في الاجنده انا عايزه اخس ليه، وانا
ايه الاسباب اللي عايزاني تخليني اخس، خاطر عشان خاطر ولادي وعشان خاطر حاجات كتير. فانت طبعا هتكتبي كل واحده اهدافها خصوصيتها في الاجنده بتاعتها او السكتش او الورقه او اي حاجه تكتبي فيها. دي اول حاجه طالبوها منكم ان انتوا تعملوها، دي بقى اللي هتخليكم تحددوا هدفكم، ودي اللي هتخليكم بجد تمشوا صح. يعني دي اللي هتخليكم تمشوا صح، ولا هتحتاجوا بقى الدكتور ولا هتحتاجوا الحاجه، تمام كده. وطبعا اليوتيوب فيه انواع رجيمات كتير، واللي خست ازاي، وانا الحمد لله والله انا بقول لكم اللي بخس عليه واللي بيجيب معايا نتيجه واللي ما بيجيبش معايا نتيجه. انا بس اللي منعاه نهائي هو العلاج والاعشاب التركيبات والحاجات دي، دول ما بيجيبوش نتيجه خالص. لان ايه؟ العلاج بيشتغل على المخ، حاسه الشبع بيشتغل عليها. في بنات تجيب علاج غالي وتقول لي ده انا بيحسسني بالشبع، ما انتش هتحس بشبع تمام وكل حاجه، بس ده بيشتغل على المخ. يعني لو بطلتيه شهيتك هترجع تاني، فهو فلوس وخلاص. وبالنسبه للاعشاب بتعمل تلبك معه، وساعات بيحصل برضو لخبطه في الجسم بسبب الاعشاب. انا جربت كل حاجه ورحت برضو لدكاتره، مش كل 50 كيلو لوحدي، كنت بسال وبعرف وكده. وجيت في الفتره الاخيره خسيت على 7 ل 10 نصايح بتوع سالي فؤاد، لانهم هم كانوا شبه حياتي اللي انا كنت ماشيه عليها قبل كده، تمام كده. والحمد لله برضو الجروب اللي معايا على الوصف بنات كتير خست معايا الحمد لله. احنا دلوقتي داخلين في شهر، انا كمان بعتذر للبنات اللي بتكلمني جديد على الوصف، انا مش قادرة اتواصل والله معاكم، لاني والله الجروب استكفى بما فيه الكفاية، لاني العدد بقى كبير. وكمان في بنات دخلت معايا ان هي تبقى يعني زي ما مشرفة على الجروب معايا، يعني ان هي بتشوف البنات محتاجة ايه او كده. بس انا بتابع كل واحدة خاص كل اسبوع، فانا متاسفه جدا ليكم، متاسفه جدا جدا للناس اللي بتبعت لي جديد ومش هقدر اقبلها، لاني والله والله الجروب الحمل فيه بقى كتير، والحمد لله جايب نتائج كويسه. فان شاء الله هنخلص المجموعه الاولى دي، وبعد كده هنرجع نعمل مجموعه ثانيه باذن الله. فمحدش يزعل مني ارجوكم والله، لان انتوا عارفين الحمل والشهرين الاخرين بتوع الحمل دول بيبقوا دمار. معلش انا اسفه بنات ان التليفون فصل مني، فانا بقى هرجع لكم ان شاء الله بقى اقول لكم ايه هو النظام اللي انت تبداي بيه في اول السنه الجديده ان شاء الله. لو انت طبعا اول مره تعملي دايت خالص، ما ينفعش ان انت تاخدي دايت قاسي تمشي عليه ابدا، هتزهقي وهتبطلي وهتجوعي. فانت اللي تعمليه ايه؟ ان انت تخففي واحده واحده. يعني الفطار يبقى فيه نشويات، الغداء يبقى فيه نشويات، العشاء يبقى فيه نشويات، لو انت حابه تمشي على دايت. لو انت حابه تمشي على 10 نصايح سالي فؤاد او 7 خطوات، يعني ده هي حاجه تريحك، ده نظام حياه صحي وكويس جدا. بس لو انت حابه لا تمشي على نظام، وانت بتحبي تمشي على ورق ودايت والكلام ده، يبقى انت اول حاجه يعني مثلا الفطار، هديكم نموذج مثلا الفطار، مثلا فول او بيض او جبنه او لانشون، تاخدي معايا مثلا نص رغيف، وتاخدي خياره مثلا، ومعايا كوبايه شاي او قهوه او نسكافيه، وتاخدي سناكس. وبعد كده السناكس بقى طبعا ثمرة فاكهة او كبشة لب اللي هو السوري او مكسرات اللي موجود عندك يعني او فشار. بالنسبة للغدا تاخدي مثلا طبق رز فيه 6 معالق، او مكرونة او فريك او اي حاجة انت بتحبيها من الحاجات دي. وطبعا لو انت مع مامتك او في بيتك حابة عاملة خضار، تاخدي مثلا 5 معالق، ومثلا حتة الفرخة بتاعتك او حتة اللحمة بتاعتك، وسلطة او خضار مشوي او خضار ني في ني. ده النظام اللي هو اللي بجد صحي، ان انت لسه اول مرة هتبدأي تعملي دايت وتمشي على النظام ده. وتاخدي طبعا سناكس، وفي العشاء بقى لو على قد ما تقدري ان انت تخففي، يعني تاكلي زبادي، تاخدي كورن فليكس، تاخدي شوفان، تاخدي كده، ومعاه ثمرة فاكهة برضو. وفي انا كنت عاملة مشروب اللي هو الحلبسة، ده بيشبع جدا بالليل لو انت، وبيعلي الحرق لو انت مثلا بتجوعي بالليل في بداية السنة، عشان طبعا هيبقى في شتاء، تقدري تاخدي منه برضو كوباية. فده الانظمة اللي هي لو انت لسه اول مرة تعملي نظام غذائي، تمام كده. لو انت بقى واخدة على الرجيمات وبتخسي والكلام ده كله، عايز تبدأي باي رجيم يريحك وشايفة ان هو هيخسسك فعلا، يبقى انت تبدأي باي نظام انت حباه. انا عايزة اقول لكم على النظام اللي انا البنات اللي اخر شهر ده، احنا دلوقتي مع بعض بقالنا شهر، وفاضل فيه مثلا حوالي يعني اسبوع كده، اخر اسبوع ده في الشهر ده يعني. فانا عايزه اقول لكم بقى على النظام اللي هم ماشيين عليه، هو عباره عن ايه.
الصبح بياخدوا كوبايه شاي بلبن او نسكافيه او الحاجه اللي الناس انتوا بتحبوها زي كده، ومعاه بافلو بسكوت لوكس. والغدا 3 ايام فول بالزيت والليمون والكمون وكده، ومعاه نص رغيف وسلطه او خضار. وال3 ايام الباقيين كفته مع مكرونه او رز او فريك وسلطه برضو او خضار، تمام كده. والعشاء شوفان او زبادي او كده، ده برضو ماشيين عليه. النظام ده حلو قوي، بيخسوا عليه بيخسس 3 كيلو، والبنات بتوزن، الماشين معايا بتوزن يوم السبت وبتبعت لي صور الميزان، والحمد لله ال3 اسابيع اللي فاتوا كان في بنات كتير خست بال3 وبال4 وبال2 كيلو في الجيمات اللي قبل كده، الحمد لله يعني. فانا والله الاسبوع اللي اخلص المجموعه دي ان شاء الله ويخسوا معايا، وهبدا ان شاء الله بمجموعه تانية لما انا كمان ابدا بعد الولاده ان شاء الله، لو حد حابب يبدا معايا تاني. فاعذروني بالله عليكم لو انا مش عارفه اقبل حد تاني جديد، او مش عارفه ارد على حد تاني جديد، لاني انا محرج ارد اقول لك ان انا مش هينفع ان انا اقبلك، عشان انا المجموعه عندي اتملت والله، ومش قادره اخد اكتر من كده، تضايقني الضغط عليا الحمل وبنتي وكده. فانا اسفه ليكم وانا بعتذر لكم طبعا. هو ده بس اللي انا كنت عايزه اقوله لكم في بدايه راس السنه تعملي ايه، والنظام اللي تقدري تمشي عليه ايه هو، تمام كده بنات. فاتمنى ان انا كنت خفيفه عليكم في الفيديو ده ان شاء الله، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت في القناه وبس كده. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، وما تلخبطوش كتير في راس السنه، ديكرومي بقى والاكل ده. الله اكبر الله اكبر. فحاولوا ان انتوا تقللوا شويه وتظبطوا نفسكم، وتحبي نفسك، حبي نفسك، حبي نفسك، محدش هينفعك. السمنه مرض، مش حاجه حلوه خالص يعني. الجسم المظبوط، الجسم المتناسق هو اللي فعلا حلو. فبس كده، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.